ريشي ريشي فيق ريشي ريشي فيق يلا ريشي بترجاك يلا قوم ريشي لو سمحت فيق ريشي لازم نطلع من هون بسرعة فيق ريشي قوم يلا ريشي بدي مي وين المي روحي بسرعة جيبي مي يلا ريشي 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 يلا قوم لاكشمي لاكشمي هاي مي هاي مي خدي ريشي قوم ريشي لو سمحت ريشي ريشي رد علي بترجاك رد علي ريشي 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 فيق بترجاك يلا يلا قوم ريشي رد علي ريشي قوم يلا بترجاك قوم ريشي السقف رح يوقع بترجاك قوم بسرعة من عندك قبل ما يوقع عليكم ريشي يلا خلينا نطلع من هون بسرعة قوم يلا قوم خلينا نطلع من هون يلا لهون. شو كان بدك تعلقي هون معي؟ كان فيك تطلعي تطلبي مساعدة لا أنا اللي بدي أنقذك ما فيني أتركك هالشي مستحيل ما فيني أتركك ليش دائما بتعملي هيك؟ ليش؟ أنا ما عاد زوجك هلأ مانك مضطرة تضحي كرمالي ليش إجيتي؟ انتي ليش بتضلي تخاطري بحياتك من شاني قليلي ليش يلا ريشي ريشي يلا لاكشمي 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 كيف بدنا نطلع من هون قليلي كيف بدنا نطلع من هون؟ لاكشمي لاكشمي ماليشكا 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 انت منيحة؟ ريشي لاكشمي مناح ايه انا منيحة وهن كمان مناح لكم طالعين اللي في طريق تاني غير هاد يا ترى؟ من هاي الجهة طيب ماشي مرحبا يا مهرج شو صاير؟ الشخص الوحيد بهاد البيت اللي بيضل عم يضحك مبسوط وعلى طول اسنانه مبينة ليش حاسة انه انت زعلان كتير؟ شوفي شو القصة؟ مزعوج بسبب لاكشمي جوابك غلط انت اكيد مو مزعوج بسبب مرت اخوك لاكشمي أنت مزعوج من شان مرت أخوك لاكشمي إيه مشان مرت أخي لا تدقي على كلامي حاولي تفهميني ستي بلكي مرت أخي لاكشمي تزوجت وقتها مشكلة شوف متأكدة لو شو ما صار مع لاكشمي وريشي اليوم بحفلة العرس رح يكون لصالحة ستي ماني صغير عم تواسيني بهاي الطريقة إذا هن انتفقوا على الزواج بشو رح يكون لصالحة اسمعني ما بعرف كيف بس اليوم رح يكون منيح بالأخير أنت عن جد غريبة طيب يعني مرت أخي لاكشمي وأخي ريشي بيحبوا بعض كتير أنت بتعرفي هالشي صح؟ وهلأ إذا لاكشمي تزوجت شاب تاني غيره وأخي ريشي ضل لحاله شو المنيح ستي؟ شوف ريشي وماليشكا رح يتزوجوا شفت شو المنيح هون؟ يعني إذا لاكشمي تزوجت شاب تاني وقتها رح يصر لتكمل حياتها هالشي منيح إلى مزبوط عن جد ستي؟ طيب ماشي فهمت شو قصدك وبوافقك بكل شي بس إذا هنن ما اتفقوا على زواج لاكشمي كيف رح يخدم مصلحتها؟ طيب
وقتها حلمك بيتحقق إنه ريشي ولاكشمي يرجعوا لبعضهم ويضلوا سوا، ونحن عنا وقت نحقق هالشي. لا ستي، على الأغلب هاي أول مرة بحياتي بخالفك. وليش؟ عم فكر غير هيك. ستي، إذا عن جد حاسة إنه رح يصير شي يخدم مصلحتها، معناها ما لازم يتفقوا على الزواج الجديد. ستي، لو سمحتي، لازم تتمني إنه ما يتفقوا أبداً. تمني ستي، تمني إنه الشخص يلي رح يختاره ريشي للاكشمي يكون قلبه طيب وكمان واعي، مشان يعرف إنه لاكشمي في شاب واحد لازم يتزوجه، هو أخي، أخي ريشي. صح كلامي؟ أكيد أكيد. تعال حبيبي تعال. أنا متأكدة لو إنه لاكشمي ما أجت أنقذت حياتي أنا كنت متت. أي أكيد. يا ترى ليش لاكشمي أنقذت حياتي؟ لو أنا كنت محلك كنت تركتها تموت مشان أرتاح منها. عن جد هاي الفكرة خطرت على بالي من قبل، بس لاكشمي عملت عكس هيك وخاطرت بحياتك رمال تنقذني. عن جد هي شجاعة، مشان هالشغلة لازم أتشكرها. أنا ممنونة إلها وما رح أنسى هالشي. أنت بخير، ما رح تتأذي، أنت بس تحملي شوي. نحن رح نروح على المشفى ورح يعالجوكي، وبعدها رح رجعك على البيت بأمان. مرت أخي، ليش لاكشمي؟ ليش بتعملي هيك؟ ليش ما بتردي على كلامي؟ ليش بتخافي علي كل هالقد؟ انتي ما بتاكلي هم حياتك بالمرة، انتي ما بتفكري بحالك.